والله ثم والله ثم والله إنها نعمة من أكبر النعم أن يوفق المسلم لقراءة هذا الكتاب. والله إنها نعمة عظيمة أن يوفق لقراءة هذا الكتاب وأن يجلس لفهمه ومدارسته، لأنه كتاب أخلص لأجل الأمور وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف، أخلص لبيان التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه، أخلص لبيان أمر ضل فيه كثير من الناس حتى منهم من ينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى الدين في ضياع لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى.